صنع الشخصية، الله عز وجل يريد يصنع الشخصية الإنسانية من داخلها. شخصية طبعا إلها غلاف، اللي هذا هالجسد نبه لي بما بي من فعاليات، بذاكرة، بعلم، بأشياء. الله يريد يصنع الشخصية، يريد يبنيها بناء إيماني، بناء متين، بناء خلقي. منين تنبنى؟ أكو طريقتين، أكو طريقة أن نفرض عليها علاج من الخارج، لأن هذه الشخصية فاسدة، هي يعني عندها استعداد للفساد ضخم. الشخصية بها غرائز، والغرائز ملعونة، غرائز عمياء ما تعرف العنصر الخلقي إطلاقا. الغرائز غريزة الجنس، تقول لك اشبعني، أنا ما أعرف هذا حرام حلال، عرض بني آدم ما أعرف لان هذا اشبعني. غريزة الجمع تقول لك اشبعني، أنا عمياء ما أعرف، جيب لي فلوس. منين هاي الاعتبارات او التعاريف اللي تعطيها للفلوس، سميها حلال وحرام ومكروه وعيب ومستحى، يوخرها ما اعرف. انا اجيب الفلوس، الغريزة عمياء، هات لي اموال. غريزة الانانية تريد تقول لك انا عندي انانية، تعال اشبعني، انا ما اعرف قيم خلقية. انت مثلا لما تريد تشبع انانيتك احيانا تصير على حساب الناس، على حساب كرامات الناس. تلقى بعض الناس يريد يشبع الواقع انانيته، ما يهم الاخرين اطلاقا، المهم اني انا ارضي غروري. هذا غروري ولا وراح يحطم عدل، يعتدي على انسانية، يعتدي على العدل، يعتدي على المجتمع، ما مهم، مهم غروري انا. ها الغرائز اذا عمياء ما تعرف اللي يوجهها شنو. العقل ما له علاقة بها، مو شغلة عقل. العقل انا اقول لك مهمته شنو، العقل ما يتدخل بالعنصر الخلقي. العقل يتعامل ويا المحيط حتى لا تنحطم الشخصية. يعني العقل ما يقول لك ان البوقة مو زينة، لا، يقول لك اذا بوقت راح اتعرض للعقاب. شو التفت جدا الوظائف، لاني فرق بيناتهم. وظيفة العقل هي التعامل مع البيئة الخارجية، اني انا اخاف ابوق لانه اتعرض للعقاب، والا مو مسألة عنصر خلق. عنصر الخلق يا اللي يقول لك بيه الضمير، نبهلي. الضمير هو اللي يحدد لك ان هاي السرقة مو صحيحة، اعتداء على المجتمع. والا العقل ينظر الى حفظ الشخصية، صيانة الشخصية فقط، تعامل العقلي. ولذلك تلقى التعامل العقلي جامد، ما بي رفة خلقية، ما بي روح، في خلق ما بي. يعني هاللون من تسميها اريحية الخلق ما موجودة بالعقل، هاي موجودة وين؟ موجودة عند الضمير. الضمير يقول لك هذا صح وهذا خطأ، وهذا عيب وهذا لا، انت اكبر من عنده، وانت انسان لك مشاعرك لك قيمتك، هذا الخلق. زين، اذا القرآن الكريم يريد يبنينا من الداخل. ليش؟ لان من الخارج فشل البناء كله، بناء الخارج كله فاشل. يعني فاشل شلون؟ جلزمها للبشرية كلها، ايش قد تطلع لك بها انظار؟ قليلين، كثري جبالة ما شاء الله، اخذ شكت. نعم، مع الأسف هذا شيء مؤلم، لان المفروض الانسان بقابلية للسمو. ليش يكون يجي واحد يجر الى الهبوط؟ ليش ما ينمي عنده السمو؟ ليش ما ينمي عنده الروعة، الخلق، الكرامة؟ التتيجي لولا تلقاهم افراد. ولذلك القرآن دائما يصيح وقليل ما هم، هذول افراد. يجي الدين يقول ان هاي المؤسسات، تركيبات المحيط، وجوه المحيط فشلت في صنع الانسان. المدرسة ما قدرت تصنعني الانسان المنظم، المعمل ما قدر يصنع للانسان الطيب. تلقى اكو واحد عبقري بالمدرسة يأخذ علامات راقية جدا، يعني عنده نبوغ. تلقى بالمعمل يدخل عند انامل سحرية في مختلف ابعاد المعرفة، زين، لكن يطلع برا عند طبيعة وحش كاسرة. ما يهم، حقق لمصلحتي انا ولو تهلك شعب بكامله. هذا خلق المستعمرين نفسه، هذا الخلق اللي تشوف الان يتعاملون به مع الشعوب الضعيفة. انت بس اوجد لي سوق، خلي اصرف بضايعي ولو اكسر روس الناس، ما يهمني، ولو تنذبح الناس كلها. اوجد لي نعم مجال انا اقدر استثمر بطاقاتي،
ولو على أشلاء المجتمع ما حكم مانع. هذا موجود. ما قدر العلم يبني لنا الإنسان إلى الآن، ما قدر يبني الإنسان حتى الآن. تصور الإنسان اللي تخطر أن هاي أوروبا مرت بيها أدوار حضارية لازم الناس بيها الآن بمستوى الملائكة، تيجي ليه للإنسان يتعامل وياك مثل ما يقولون بلغة أو ما تشقد عنده مؤثر. ها اللغة نفسها بالذات يتعامل بها. يا أخي أنت إنسان، أنت ذني الأشياء اللي الآن تقيسن بالمقياس المادي دي تشوفن يرحم ذني ما تافهاك. أنت هاي مسيرتك عبر الحياة ما تجد، ما يخلقك هذا إيش كثر عنده، هذا ما يخلقك. اللي يخلقك الخلق، اللي يخلقك الموقف، اللي يخلقك الإنسانية. ولذلك تلقى مثلا الأنبياء تلقاهم أعلام واضحة نصب على الطريق، لأن ذولا صنعوا الإنسان. لكن الحضارات مو صنعت الإنسان الواقع، صنعت الغرائز، صنعت الإنسان المادي صنعته. أما الإنسان الروحي صنعته النبوات. وإلا الإنسان المادي الآن لما تيجي للخلق مثلا، فلان عنده أخلاق تلقاه بأوروبا تستعجب، هذا رحب بيك وقال لك سلام عليكم واستقبلك وقدم لك فنجان قهوة، تبحث شوية زين هذا يتعامل على أساس مصلحي حتى أنت يجلبك، ها يستفيد من عندك كبضاعة بالسوق أو كمستهلك للبضاعة. الأخلاق وسيلة للتعامل وياك حتى يكسبك ماديا، بينما الأخلاق اللي تصنعها النبوات لا. شنو هي الأخلاق اللي تصنعها النبوات؟ إلهي ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا من جنتك في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. ليه؟ هذا اللي تصنع النبوات. ما صنعت الجميل إلا لأني قد رأيت الجميل شيئا جميلا. اصنع الخير ما استطعت فإن الخير يصنعك ما استطاع شبيبا. هذا اللي يريد القرآن الكريم أن يبني الشخصية، يبنيها من الداخل. لأن جاي يقول أن تربيتكم ووجوه التربية اللي عندكم بالمحيط كلها فشلت، المعمل فشل، المدرسة فشلت، الشارع فشل، الحضارة اللي صوغ الشخصية كلها غلغلت، عندكم القيم المادية ما قدرت تصنع للإنسان. إذن تعالوا عمروا قلوبكم، خلوا سراج، افتح لك سراج داخل القلب، لا تخليه مظلم وجلك ضياء. شنو هو الضياء؟ ذكر الله، فاذكروني اذكركم. طيب خلي عندك دائما في داخل هالقلب، خلي عندك فيها الكهف، الكهف اللي في داخل قلبك ضع فيه ضياء حتى تسترشد في مسيرة الحياة.